السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. اتفضل. ربنا يبارك في عمرك. فيك يا رب. استاذ حضرتك من سنتين حضرتك تمام؟ ايه كان بيجيلي فكره، انا علاقتي بزوجتي كويسه بفضل الله واهلها ناس طيبين. طيب. بس كان بيجيلي فكره وبسرح معاها ان انا قلت لها انت كذا، كنت بتلفظ بلفظ الطلاق، كنت بنطق بيه. يعني استمرت معاها فتره ولكن عفوا 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 قلت لها في وجهها انت طالق؟ لا مش في وجهها، وانا مع نفسي يا شيخنا كان بيجيلي فكره ان انا حصل بيني وبينها مشكله، بس مش كان في مشاكل. يعني تجلس تتخيل. وكنت بنطق. تقول فلانه طالق. كنت ظني انك مريض يا اخي، ظني انك مريض. يعني مش وقعت الطلقات دي؟ حالك على ما انا فاهم والله اعلم يقول انك مريض. والله كانت من سنتين وانتهت، حاليا بيجي لي فكره ان الحاجات دي وقعت. لا انت رجل مريض تتعالج في يعني ان شاء الله لا تقع. شكلك تقول انك مريض، هذا الذي انا ما حصلتش غير مره واحده معاها ومن وقتها. السلام عليكم.